شرحنا عن الجروب اللي هو جرام بوزيتيف بكتيريا، اخذنا تو امبورتنت جروب اللي هي ستافيلوكوكاي جروب اند ستريبتوكوكاي. تمام، حناخذ نوع اخر لكن جرام نيجاتيف بكتيريا نسميها او هي ضمن عائله النايسيرياسي، عائله النايسيريا. النايسيريا يا طلاب فيها تو امبورتنت سبيشيز اللي هي نايسيريا بونويا اللي سببت السيلات اذا سامين اللي هو سكشوال ترانسميتد ديزيز. التو سبيشيز بدون كلام، التو كايندز او الاربع كايندز نسميه بالنايسيريا مالينجايتس اللي هي سبب لي التهاب اغشيه المنجة او اغشيه السحايا اللي موجوده بالبرين. تمام، فهي تو امبورتنت فيري باثوجينيك بكتيريا كول نايسيريا. الجينوس يختلف، هي تكون دائما كوكاي ديبلوكوكاي. واتس مين ديبلوكوكاي؟ الثنائيه. اوكي، اكو منكم يقول زين احنا اخذنا النيمونيا بالمحاضره الثانيه اللي قبلها ايضا هم ديبلوكوكاي. اني هاو وي كان ديفرينشيتد بتوين ذا اندر مايكروسكوب، اني اندر مايكروسكوب صح ذيك ديبلوكوكاي لكن كانت لانسيت شيب. مو شنو لانسيت شيب؟ بالضبط مثل شده الشريط لما تشدوه تكون لانسيت شيب متطاوله كانه نص مال ورقه لانسيت. لكن هنا دائما بالنايسيريا سبيشيز تكون الدبلوكوكاي كدني شيب. واتس مين كدني شيب؟ شكل الكلى. او اقربها اكثر الاذهان بالضبط بالضبط تشوفوها كانه رقم 8 بالانجليزي، ايت وحده مرتبطه بالثانيه. فهي دبلوكوكاي كدني شيب فيري باثوجينيك. زين، بما انه ذني تو تايب فيري باثوجينيك، شو هاي اميز بين شو الفروق؟ وات ار ذا ديفرنسز بتوين ذم؟ أنا عندي النوع الأول اللي نسميه المالينجوكوكاي، مالينجو اللي يسبب لي التهاب السحايا يعني المالينجايتس. يشبه الجولوكوكاي، الجولو يسبب لي سيلان. تشبهه سيميلار تو إت، فيري كلوز كلش متقاربة، لكن يكون بيناتهم السيميلاريتي أبروكسيمتلي 70% إن دي إن إي. من أقول دي إن إي معناتها هي متشابهة بالمادة الوراثية، وبالتالي تكون الكاركترايزيشن الباقي أيضاً متماثلة. فالسيميلاريتي عالية بين الاثنين. شلون اميز بيناتهم؟ حقدر اميزهم عن طريق الطرق التشخيصية، عن طريق سم ستيتس او سم بايوكيميكال تيست ان لاب اقدر اميز بين الاثنين بالرغم من انه تنقفر التليفونات كلها تنقفر. بالرغم من انه التشابه عالي جدا اقدر اسوي ديفرنشيت بالدايجنسيس. اذ المالينجوكوكاي تحوي دائما بوليسكرايد كبسول، كبسول شنو؟ اللي هو دائما التركيب من السكريات يحيط بالسيرول موجود في بعض انواع البكتيريا تستخدمها كفيرولنس فاكتور اجينست اميونيتي. فهذه من النوع المالينجو اللي هي سبب لي التهاب السحايا لها كبسول وايل الاذر تايب الجونوريا وذاوت ات ما عندها. الديفرنسز بين 3 بان المالينجو كوكاي رير هاف بلازميد. What's mean plasmids؟ extra chromosome اللي يكون circle دائري. أخذت تركيب الخلية البكتيرية. عندنا دائما extra chromosome اللي يصير دائما دائري يكون responsible to شنو؟ شنو مسؤول عن شنو؟ في انتقال بعض الصفات أثناء الconjugation أو أثناء انتقال البلازميد من خلية بكتيرية إلى أخرى، من ضمنها اللي هي عوامل ال resist الأنتيبيوتيك دائما تكون محمولة على البلازميد. فإذا إن المالينجوكوكاي بلازميد عندها ريرلي جدا نادر لكن موجود دائما في الجولوكوكاي. المالينجوكوكاي اللي نقول مالينجوكوكاي اللي هي التهاب الأغشية السحائية، البكتيريا المسببة لالتهاب الأغشية السحائية، معناتها reach to the brain. المكان الأول لها هو الريسبيراتوري تراكت توصل إلى البرين، وايل النوع الثاني اللي هو الجونوكوكاي هو المسبب للسيلان دائما يكون موجودا الإصابة به بالريبروتكتيف أورجن اللي هو أكثر شيء بالفيجاينا وبالسيرفكس وفومن. زين، وتصير عملية العدوى فروم مان تو ومن أند ومن تو مان يعني سكشوال ترانسميتد ديزيز. فإذا مكان الإنفكشن أو السايت أوف إنفكشن يكون مختلف أكوردنج تو ذيس تايب أوف بكتيريا. المورفولوجي شلون نسوي عملية ايدنتيفيكيشن؟ تعرفون انه لما يجيني اي سامبل المختبر انا ابدي بجرام ستيل. تمام؟ بما انه هي جرام نيجاتيف كوكاي ديبلوكوكاي، يعني جرام نيجاتيف شلون حيظهر لونها؟ احمر، حتكون بينك او احمر، فاني اقدر اميزها بالجرام ستيل. اولويز بالجرام ستيل
تعيش وتتواجد وتتكاثر داخل الخلية الوايت بلاد سيل اللي هي أصلاً خلية مناعية. فلهذا تكون الديزيز مالتها سيفيريتي، لأن حتى المناعة ما تقدر تتخلص من عندها. بالكلتشر يس افتر 48 اورز ورا 48 ساعة. طبعاً كل ما نحكي عن البكتيريا دي طلاب أقول لكم افتر 24 اورز انكيوبيشن مو؟ لا بعد ما نحضنها 24 ساعة. النيسيريا تحتاج 48 ساعة. فلهذا عملية حضن النيسيريا تكون 48 ساعة. يعني لما اجي ورا 24 ساعة وما اشوف بالطبق اي جروث انتظرها بعد يوم ثاني. تشوفون ورا يومين تظهر الجروث مالتها. السبيسيفيك ميديا هي يسموها بالثاير مارتين. او نسميها بالموديفايد ثاير مارتين ميديا. And we can culture it easily in chocolate agar. ليش على chocolate agar؟ Because this bacteria prefer تفضل إنه عندها البلد يكون بي destruction، لأنه ما تريد البلد، لأن البلد دائما بي toxic material تقتل النيسيريا. فلهذا أول مرة نخلي على الهيت وحرارة ونحوله إلى chocolate، يلا نزرع عليه النيسيريا. فإذا الآن تظهر لي after 48 hours حتكون يكون rounded دائما الستني مرات الأنواع elevated دائما بيها ارتفاع وعلو الكولوني ميوكويد. وبالتالي آخر شيء أقدر أسوي به diagnosis وتكون very specific إلها هو الأوكسيديز بوزيتيف. شنو أوكسيديز بوزيتيف؟ حنشرحها طبعا طرق التشخيص. وكمبدئيا الأوكسيديز هو reagent موجود وحتشوفوه بالبايوكيميكال تيست بالمختبر عندكم. ريجنت إذا خليته على الفلتر بيدبر قطرة واحدة وأخذ كولوني من النيسيريا وأسوي لها ميكسينج ويا القطرة اللي أخذتها على الفلتر بيدبر، رأساً يظهر لي كولر أو لون هو جداً يعني لون شو نقول دارك أو طوخ من البيربل أو البنفسجي فيوليت. بس يطلع لي لون فيوليت قوي حاد اللون نقول هذه أوكسيديز بوزيتيف. هذه أقدر أميز بيها النيسيريا عن باقي الانواع. انا اذا اجيب ستاف او سكر واخلي له ميكسينج ويا الاوكسيديز ريجنت ما يعطي لي اي لون. اجيب جرام نيجاتيف اي كولاي جريبسيلا اسوي لها بالاوكسيديز ما تعطي لي. لكن اكو سبيشيز معين من البكتيريا تعطي لي اوكسيديز بوزيتيف استعملها كطريقه تشخيص من انواعها النيسيريا. اوكي هذه شفت النيسيريا بالضبط. إذا شفتوا عند الميكروسكوب من الشكل يعني تصورها بجرامستين طبعا حتظهرلي بينك. تشوفوها دائما inside the neutrophil دائما تتنقل وموجودة وتحمي روحها إنه داخل النيوتروفيل. فتشوفوها داخل فوق هاي إلى out من الخلايا. ليش؟ لأنه هي تسبب لي أيضا destruction للخلايا الموجودة بها تحطمها وبالتالي تخرج وراء تصير لها عملية reproduction تكاثر ويصير أعدادها كثيرة. فيا أما شوفوها out يا أما in بالضبط شكلها كأنه رقم 8 بالإنجليزي واحدة بالدسقة الثانية كل شيء شكلها جدا مميز. رأسا احنا نعرفه بالمختبر يعطينا سسبكتد انه هذه هي النيسيريا. تمام انتيجينك ستراكشر شرحنا شنو انتيجينك لو ما شرحنا انتيجينك ستراكشر بس لا معناته انه هو فد تراكيب موجوده من ضمن الخليه البكتيريه موجود كان يكون بجدارها كان يكون موجود برودكشن سوري هي تنتجه كان يكون اكزانز توكسينز سيرو كبسول. المهم نسميها انتيجينك ستراكشر. معناته ستراكشر يعمل عمل الانتيجين. يعني البكتيريا من تدخل الستراكشر الموجود بها يكون انتيجين يحفز لي المناعه انه تشتغل عليها يصير لها انتيبودي فنسميها انتيجينك ستراكشر. بالنيسيريا من وراء السؤال طلاب اي بس ما ماكو اسمك كتبين الاخير اول ساعه بعد اسمه انا كل ما ليش مكتوب لي قدام اسم دكتوره سهاد لا مكتوب لي ورقه انت جينكس فاكتور واي انت جينكس فاكتور. فلهذا الفيرمنس فاكتور مالتها فيري سترونج تبقى فور لونج تايم تصير من اكيوت الى كرونيك. البلاي بلاي معناته ابيندنس معناته فت زوائد موجوده على السيروم مال البكتيريا تساعدها على الاتاتشمنت تساعدها على الاتساع. اندوتوكسين لايبو اوليغوساكرايد هاي من ضمن ايضا تركيب الخليه او السيروم
الموجود بالنيجيريا هذا يعتبر اندوتوكسين. شنو اندوتوكسين؟ معناته يعتبر هو بالسر وتركيب موجود لكن ما يعتبر توكسين، وبالتالي ايضا يحفز الجهاز المناعي، يمنع عمليه البلعمه والفاجوسايتوسيس من قبل الخلايا البلعميه، فاذا هو توكسين. ايضا عندنا البور بروتين. بور بروتين يعني من اسمه البورين بروتين، يعني يسوي لي ويلز، يسوي لي حفر بالخليه اللي يتراكم عليها او يتكاثر عليها، وبالتالي يؤدي الى تفجيرها او قتلها. هذا ايضا يمنع بنفس الوقت فيما لو كان هو داخل الخليه الوايت بلاد سيل بريفنتينج فاجوسوم لايزوزوم انفيوجن. واتس مين ذات؟ شنو الفيوجن ما بين اللايزوزايم والفاجوسوم؟ شنو عمليه البلعمه؟ تعرفوها؟ الفاجوسايتوسيس. لما تجي الفاجوسايت تلتقط لاي جسم غريب تدخل الداخلها بشكل حويصله، مو تجي حويصله ثانيه بها انزيم اللي هي اللايزوزايم، يرتبطون مع بعض يصير فيوجن. هذا اللايزوزايم او الانزيم يسوي لي عمليه تقطيع وقتل للمايكرو اورجانيزم. هذا الفيوجن او الالتقاء ما بين الانزيم والمايكرو اورجانيزم يسوي لها النايسيريا، يسوي لها بلوك، ما يخلي البكتيريا تنقتل، فلهذا تقدر هي حتى تبقى داخل الفاجوسايت او اللي نقصد بها الوايت بلاد سيل. البول الفاجوسايت اذا ماتت مثلا هاي البكتيريا داخل ايش راح تصير بيها؟ شنو اذا ماتت؟ يعني الفاجوسايت مثلا خلص عمرها يعني ماتت. تخرج هي اصلا قبل ما تخلص عمرها هي تتكاثر داخلها وتفجرها. اذا تخرج او تستعملها كواسطه نقل توصل للاذر اورجن. تمام؟ عندنا اذر كاينز من الانتيجين ستراكشر، عندنا الاوفا او نسميه اوبيزيتي بروتين. هذا اذر بروتين موجود بالكونوكوكاي يساعدها على الادهيجن بين ايتش اذر اند اون ذا سيلز. شنو معناته ادهيجن؟ يساعدها هذا البروتين اللي هي تنتجه انه وحده تلتصق باللخ الى ان تكون لي مستعمره، والمستعمرة كبيرة تجي تلتصق لي على الخلايا الطلعية بأي مكان هي موجودة فيه، بما أنه هي جونوكوكاي معناتها حنلقاها بالفجاينة أو بالسيرفكس، تمام؟ أما الـ RNP أو الـ داشين موديفايد بروتين. سؤال، إحنا المفروض إنه التجمعات العالية بس النيجاتيف. شنو نيجاتيف؟ يعني إجرام النيجاتيف. لا ماكو شيء، طلاب ماكو شيء. هي بكتيريا سواء كانت نيجاتيف او بوزيتيف هي حتتكاثر. يعني المعتبر بالنا دائما ان النيجاتيف تعيش مفرد بس التجمعات او مستعمرات لا. شنو اسمها؟ اسمها كولوني. ليش نسميها كولوني؟ ليش مستعمرات؟ يعني انت من تزرع الكولوني فقط بالستاف وما موجوده بالايكولاي؟ مستحيل. فقط الكلاسترز لو عادي يصير الكلاسترز هاي الارنجمنت هذا وحد عن ما انه تلتصق مع بعضها. الارنجمنت طلاب يعني ترتيب. اكو تترتب بشكل جلايد، اكو تترتب اثنين اثنين، اكو تترتب بشكل كلاستر، هذا نسميه ارنجمنت. تمام؟ عندنا اذر تايب من البروتين، عندنا هذا البروتين اللي هو نسميه بالار ام بي اللي قدامكم المختصر مالته. هذا ايضا يساعد البوبا اللي تكلمنا عنه البروتين انه يسوي لي بول بالخلايا ويفجرها. عندنا اذر بروتينز اللي هو الاف بي بي اللي هو بايندينج بروتين او فرق. هذا دائما البروتين تفرز البكتيريا اللي هي النايسيريا لما تكون مستوى الحديد قليل بالجسم فيساعد على زياده الانفكشن. عندنا الاي جي اي بروتياز، من اسمه بروتياز يعني انزيم. زين شو يسوي لي هذا الانزيم اللي تفرز النايسيريا؟ هذا وظيفته انه يسوي لي عمليه بلوك للاي جي اي. من هو الاي جي اي؟ شنو الاي جي اي؟ انتيبادي. معناته ما يقدر حتى الانتيبادي يتخلص من عنده، يسوي له بلوك للعمليه. هذه كلها تعتبر انتيجينك ستراكشر، تقدروا تعتبروها فيرولنس فاكتور تستعملها البكتيريا على مود تبقى وستي فور لونج تايم انسايد اوف ات. تمام؟ باثوجينيسيس اند كلينيكال فايندينجز، معناته وين تصير الاصابه بالجونوريا؟ انا هسه قاعد اتكلم عن الجونوريا. دائما تكون موجوده على السيرفس على الطلابيه تصيب تو بارتنر، تصيب الميل اند وومن، كل واحد حتظهر عليهم اعراض مختلفه عن الثاني. بمعظم الحالات يكون الميل without sign and symptoms.
تكون الأعراض واضحة جدا and severe in women. هاي دائما طرق العدوى تكون من man to woman, woman to man. لما تصير الإصابة بالمن حيصير عندنا yellow, creamy and painful urination in men. هذه الأعراض مالته. من أقوى يقول permanent creamy discharge. شو معنى discharge؟ فرازات. من يقول بالومن حيصير the same, حيصير عندي permanent discharge also creamy and yellowish etc. with bad odor, pain, urination, إلى أن يوصل بالأخير إلى fibrosis and destruction بالغنوية التيو. معنى تصير عندي حتى infertility أقوى. 20% من الومن يصير عندهم أقوى infertility نتيجة الإصابة بالغنويات. تمام؟ إيش تتوقعون السامبل اللي يروح للمختبر طلاب؟ إذا كانت الإصابة هي vaginal and urethritis اللي هو discharge, فأنا ما عندي غير discharge هو السامبل بدون كلام. بدون كلام الديسشارج هو السامبل اللي يتم ارساله للمختبر عن طريق السواب. فاحنا الدكتورز ياخذ سواب ويدزل للمختبر. واتس مين سواب؟ اللي هو ستيك وبالاخير كوتون يكون محفوظ بتيوب. هذا يكون ستيريلايت تيوب ما متعرض للهواء نهائيا على مود يصير عندنا كونتامينيشن. فايميديتلي تيك ذا سامبل جو تو ذا لاب وبالسرعة الممكنة, لأنه تعرفون أنه القطن هو يستوعب أو يمتص كمية كبيرة من الديسشارج تبقى بها البكتيريا approximately من 1 إلى 2 hours مو أكثر. تمام؟ فبينما يوصل السامبل رأساً لازم يصير عملية زرع وكولتر وجرام ستين وكل اللي نريد نسويه, لأنه نتوقع أنه يصير للبكتيريا death إذا التايم إحنا نحسب وقت التايم فapproximately 2 hours يلا نقدر نسوي عملية تشخيص مضبوطة للبكتيريا. عندكم آخر نقطة اللي هو كوكاكوكا أبثينا اليوناترا. What's mean؟ ليش الكلام؟ ليش الكلام؟ اللي عنده سؤال يسألني, اللي ما عنده سؤال يسكت. What's mean كوكاكوكا أبثينا؟ Good طلاب, اللي يصير عندهم إصابة بالجنوريا بالسيلة من منطقة العين هو فقط البيبي during the cross from birth canal. شنو يعني؟ يعني أثناء الولادة إذا الومن أو الأم كانت مصابة بالجونوريا فالإصابة حيكون للبيبي مالتها أثناء الولادة during the birth canal. الإصابة حتكون بالبيبي العين, فلذلك يكون أكو أطفال يجون ما يقدرون حتى يفتحون عينهم مليانة بس وديسشارج لأن صايرة عندهم إصابة بالجونوريا إن أوفثلما تسبب لهم التهاب الكونجكتيفا. واضح؟ فهذه الأدوات الكلينيكال تندنس اللي موجودة بالأدوات سواء من ومن and بالنيوناتال بيبي. disseminated mean this bacteria can invade the tissue and go by the bloodstream to other organ. يعني تقدر التشو اللي موجودة بها تسويها عملية destruction تخترق هذه الأنسجة تروح للبلاستريم. من البلاستريم أي بكتيريا توصل للبلاستريم حصل بكتيريا. أوكي تظهر أعراض البكتيريا وراها تروح للبلاستريم عن طريق البلاستريم. تقدر توصل تسبب البكتيريا. تقدر توصل أيضا إذا سكين وبعد موجودة بالفجينة تسبب سبوت ليجنز. أيضا تقدر توصل إلى المين أنكل ويرس توصل للأربطة توصل للعظام تسبب لي أرثرايتس. فلهذا تشوفون البيشنت especially women اللي عندها إصابة بالجونوريا دائما تشكي من العظام مالتها أو كأنه أرثرايتس عندها. تمام؟ فهي صار لها disseminated وصارت عملية انتقال البكتيريا إلى القلب أو البول للبون. هذه نفسها تحتوي الميكوزا الممبرين بالجلد. يعني كلام نفسه دين عاد إنه تنصاب العين تنصاب الفاجينا ينصاب السيرفكس وقد ينصاب الركتم. فلهذا حتى الركتم يوصلنا الإصابة ونقدر ناخذ من عندها سامبل اللي هو السواب. إلى أن يصير كرونيك إلى متى معالجة يصير فايبروسيس بالكل جينيتال أريا بالنسبة لنا. اللاب دايجنوسيس شوية تكلمنا بالبداية إنه أنا شلون أقدر هوب كان أي ديفرنشيتد بين ذيس سبيشيز أو هوب كان أي دايجنوس جونوريا للسبب السيلة. إنه أنا عندي دائما يجيني يا أما من الآي
اما من الديسشارج اوف سيرفكس اور فاجينا يا اما من الركتم يجيني سواب بي ديسشارج. اول خطوه اسوي سمير على السلايد اصبغه بالجرامستين اشوف هيوج نمبر اوف وايت بلاد سيل اند ديبلوكوكاي كيدني شيب اوف ذس باكتيريا هذه بالجرامستين. لما اجي للكلتشر اجين اقدر ازرع بظروف ابروكسيمتلي 10% سي او 2 على الشوكليت اجار واقدر ازرعها على الموديفايد فاير مارتن اللي يضاف الى انتي بايوتكس هذا السبيسيفيك اللي هو للجونوريا لانه هو يثبت لي انه كل انواع البكتيريا ويخلي لي فقط الجونوريا تنمو يضيفوا لها انتي بايوتيك سبيسيفيك ميديا. اكو الاوكسيديز بوزيتيف وتكلمنا شنو الاوكسيديز بوزيتيف وايضا this bacteria produce acid from glucose يعني it just can ferment the glucose and give us acid. فقط الوحيد اللي تقدر تسبب له عملية fermentation وتستخدمه كغذاء هو الجلوكوز. نقدر أيضا عن طريق طرق سيرولوجي اللي هو الإلايزا نقدر نكشف دائما antigen antibody reaction عن طريق كتات تريها الشركات إنه بسهولة جدا ناخذ الكولوني نخلطها ويا انتي بودي بحضره النيا الشركه فكانه عندي اني البكتيريا انتيجين وعندي انتي بودي بحضره ليا الشركه يصير فد اجلوتينيشن معين اقدر اشوفه باي ذا نايت اي اقول بوزيتيف رياكشن يعني هذه ميدي نايسيريوم. فاذا عن طريق السيرولوجي عن طريق الكلتشر عن طريق الجرام ستين عن طريق الفيرمنتيشن اوف جلوكوز اني اقدر اسوي عمليه دايجنوستس بالجلوريا. هذا اللي تكلمنا عنه الاوكسيديز. الأوكسيديز هو فريجنت معين لونه اصلا هو بيربر بنفسجي او شفاف اذا كان هو بس قطره ننزلها على الميديا هذه الميديا مزروع بها بكتيريا. اذا لاحظ اذا ضفت قطره على الميديا وهي بها الخلايا او سوري كولونيز او بكتيريا راسا يتحول لونه الى دارك جدا لون بنفسجي فايوليت لكن لونه طاق جدا اطوخ من لون الريجنت هذه معناتها بوزيتيف. او إذا ماذا أميز؟ آخذ قطرة من الريجنت أخليها على فلتر بيضاء، أي فلتر بيضاء. وآخذ من الكولوني اللي عندي بالستيك وأسوي لها ميكسون هي وعلى الفلتر بيضاء. إذا هذه الخطوط اللي أنا سويت لها للبكتيريا على الفلتر بيضاء صارت جدا لون البايوليت مالتها دارك أو طوخ معناتها هي هذه بوزيتيف أوكسيديز بكتيريا. هذه أهم تيست مباشرة إيميديتلي أعرف فيها هاي الغنوريا. تمام؟ للتريتمنت الجونوريا التريتمنت مالتها بالبنسلين جي لأن إذا كانت هذه البكتيريا ريزيست ولا تستجيب للبنسلين جي لأنه احتمال الكروموسوم مالتها أو البلازميدات مالتها بيها ميوتيشن بيها طفرات أو حاملة لصفة الريزيست تو أنتيبايوتيك أو للبنسلين نقدر نستعمل أذر تايب قد نستعمل السيفتريازول نستعمل السيفكسين نقدر نستعمل الأزيثروميسين فأكو بديل من الأنتيبايوتيك إذا كانت هذه البكتيريا ما تتعالج بالبنسلين جي. أما البيبي اللي صايرة عندهم أوفثاليما أو عندهم كونجكتيفايتس أو التهاب القرنية أو القرن العين يطلبون 0.5% أريثروميسين أوينتمنت. أنا من البداية قلت سدوا لهم التليفونات. ليش دايما قلت التليفونات؟ سدوها كلها. What's mean? أيتمنت مرهم دهن يعني هذه الإصارات اللي هي يا أما أرثروميسين يا أما تتراسايكلين يطوها للبيبي ما يقدرون يطو أنتي بايوتيك لأن عندنا مكتبة لما هو مولود حديثا طلاب اللي يريد يطلع ضايج من المحاضرة دي يسولف ويا اللي بصفه لا يأثر على غيره خليه يطلع إذا ممكن يعني أنا ما ألزم واحد إنه إلا تبقى براحتك بس لا يحكي ويأثر على غيره لأن مدى نسمع لأن أنا أحير أسكت لو أحير أشرح وأنا ما أمنع أي واحد يطلع يتفضل يطلع أنا ما عندي إشكال. Epidemiology, Prevention and Control بالمحاضرات السابقة وضحنا شنو Control شنو Prevention شنو معنات Epidemiology إنه تعرفون إيش قد نسبة الإصابة بهذه البكتيريا نسبة الديزيز اللي تصير عندي بالبيشنت. شنو prevention and control؟ شلون أسيطر عليها؟ أسيطر عليها إذا كانت جونوريا الموضوع اليوم اللي بدنا نتكلم عنه فأفضل طريق هو إنه avoiding multiple sexual partners. شنو
شنو معناته؟ شنو avoiding؟ تبعدنا بالضبط تعدد السكشوال بارتنر هذه يعني في يعني الدول الأوروبية المجتمع الإسلامي ما موجود عندنا إن الشيء الثاني اللي يسوون prevention and control على الإصابة وأحدد من الإصابة إنه يستخدمون البروفلكسز البروفلكسز القندم اللي هي الموانع على مود أخاف أو إصابة غير معروفة نتجنبها بالنسبة للأطفال نفسه بس يعطون أنتي بايوتيك لأنه شلون يتجنبها هو بالبنات بالكنال البيرف مو طفل ما طفل شيء أقدر أمنع الإصابة إلا إذا انصاف يلا أنطي أنتي بايوتيك أو ينطون أوينتمنت هذا كل ما يخص النوع الأول اللي هو الجنوري طلاب معناته أنا لما أجري المنينجايتس حلقة طريقة العدوى مختلفة وألقى أيضا إنه الأورجن أو السايد أوف إنفكشن يختلف هناك كان عندي سكشوال ترانسميتد ديزيز السامبل عندي ديسشارج مكان الإصابة السيرفكس أند فاجينا هنا أنا حلقة الإصابة دائما تكون عن طريق الدروبليتس واتس مين دروبليتس قطرات أثناء التكلم أثناء العطاس أثناء الكلام أثناء لما واحد يكف عنده قحة لأنه دائما يكون الريبرودكشن والتكاثر مالتها والتواجد هو بالنازوفارينكس فلهذا يكون طريقة الانتقال حتكون مختلفة هنا يعني شخص يعدي ثاني عن طريق الدروبليت هي أيضا دبلوكاي ذا سيم هي تشبه بالضبط النيسيريا جونوري لكن تختلف بمكان الإصابة هنا تكون عندي هي second most common cause إما للأكوايرد مننجيتس شنو يعني؟ شنو المننجيتس؟ التهاب خشية السحايا بما انه هي second cause معناته اكو first cause هي المسبب الثاني تعتبر لالتهاب السحايا الكوز الاول هو السترب نيمون اللي اخذته بالمحاضرة الثانية فاذا هي second cause هذه تكون الكولونايز مالتها بالنازوفارينكس تسبب المالينجو يسموها بالمالينجو كيميا مالينجو كيميا هي التهاب اخشية السحايا الانتيجينك ستركتشر مالتها بما انه هي تحويلي على الكبسول وبالتالي الكبسول تقدر تغير من البولي سكرايد اللي موجود بالجدار مالتها او من الكبسول مالتها فلذلك اكو تقريبا ابروكسيمتلي 13 سيروتايب من المننجايتس يعني من يريدون يكشفون عنها او محضرين كتات لازم يحضرون كتات متعدده هوايه لانه ما ترهم وحده على الكل لان كل ساعه يغير من البولي سكرايد اللي موجود بالكبسول لاحظوا انه من هذه ال 13 سيروتايب الموست امبورتنت تعتبر باثوجينيك هو سيروتايب A B C X Y والدلالوبيه خاصه فاذا ابروكسيمتلي 6 من هذه ال 13 هي فيري باثوجينيك اند كوز مننجايتس الانتيجينيك ستراكشر ايضا الليبوبوليسكرايد باللاي اوتو يعني تقريبا جزء من نفس البروتينات اللي تكون لنا اياها البطاريه كل واحده نفس العمل اللي هو في البطاريه فاذا الليبوبوليسكرايد والأوبو هي تعتبر من الانتيجينيك ستراكشر اند باللاي الكلينيكال فيندينجز احنا قلنا مكان الاصابه حيختلف طريقه العدوى حتختلف فاذا هي كانت موجوده بالنازوفارينكس معناتها تقدر انه تكون من النازوفارينكس توصل لي بعدين الى اللاج من اللاج الى البلاد ستريم من البلاد ستريم حتقدر توصل الى البرين فاذا من الابر ريسبيراتوري الى اللور ريسبيراتوري الى البرين تمام واتس مي بريمنت مالينجوكوكاي يعني معناته انه ترفع لي درجه الحراره جدا للمصاب اللي اصاب بالمننجايتس دائما يكون الحراره مرتفعه دائما لما يوصلني للبلاد ستريم يصير كوجليشن واتس مين كوجليشن يصير تخثر وتجمط بالدم وبالتالي لما يصير عندي تجمط بالدم قد يحصل الشوك هذه السايندروم نسميها بالووتر هاوس سايندروم بعض البيشنت ما يتحمل يصير كوجليشن بالبلاد يصير شوك ويموت بعضها بالرغم من انه لانه هي فيرولنس فاكتور عندها عاليه جدا تمنع الفاجوسايت إلها من قبل الخلايا العامية وعن طريق وصول عن طريق البلد ستريم حتوصل للبرين أول ما توصل للبرين حيصير عندي إكزوديت واتس مين إكزوديت؟ حتى
الاغشيه في السحايا، يعني معناتها حيصير مكان بي انفكشن، وبالتالي اي مكان بي انفكشن بيصير عمليه اتراكشن جذب، تجي خلايا مناعيه، تجي ار بي سيز، يصير يجينا بروتين، تتجمع سوائل. فلهذا دائما الشخص اللي صار عنده دائما الاطفال يصير عندهم التهاب السحايا يشوفون عندهم انسيفالوباثي. شنو انسيفالوباثي؟ تشوفون السكر مالته الجمجمة او راسه كبير، لان صاير كله تجمع سوائل اوكسيديت. لما شافوا بالمقاطع السي تي سكان او الام ار اي، الام ار اي يشوفون البرين كله كفرد وذ بصل. واتس مين كفرد وذ بصل؟ يعني كله مليان بصل وخلايا قرحيه لان مكان ملتهب. تمام؟ فهذه هي كلها تعتبر الكلينيكال فايندينجز للاصابه بالمنينجايتس. النيسيريا بولونيا تبقى لاطول فتره ممكنه وتتحول الى كرونيك، لان هي تسوي لنا بلوك للالجينين للانتيبودي، وتسوي لي بلوك ايضا للكومبلمنت اللي هو المركبات اللي حتاخذونها بالمناعه من اللي يساعد على عمليه الالتهام والقتل للخلايا الوريده. وبالتالي يبقى فتره طويله ويكون سيفير سيفير خاصه بالدايجنوسيس. نعم بس كيف كنت الحضور المكتوب يعني بعدها على المرحله القديمه انه احنا يعني مو صرنا قيل حاليا بكتبي اسمك للجروب اللي صرتي لي. تمام، وقعوا عيني، ولانه صارت تغييرات بالجروبات وقعوا لي طلاب الا دايجنوسيس بسيء مثل الجونوري. لكن هنا هل يجيني ديسشارج طلاب؟ هنا قلنا الاختلاف حيصير بمكان الانفكشن بالسايت اوف انفكشن وبالسامبل اللي حيوقف. هناك بالجونوريا ديسشارج هنا راح ياخذون فلويدز. تشوفون اهل اللي صاير عندهم مننجايتس ياخذون منهم هي انظر له اكثر شيء هو فلويدز اسبريت. شنو فلويد اسبريت؟ شنو فلويد اسبريت؟ اسبريت يعني سحب، بما انه هو حيوصل عن طريق البلد للسباينال كورد ويوصل للبرين، راسا يسووا له سحب مي من الظهر ويروحون يسوون عملية كلتشر وجرامستين عم يشوفون أكو إصابة ولا لا. فإذا الإصابة هاي الأسيد برودكشن هنا من الجلوكوز هاد ماتوز بات نوت فروم أذر شجر، يعني إلى قابلية تسوي لي فرمنتيشن تو كربوهيدرات أو تو من السكريات، وبالتالي أقدر أميز عن النوع الأول اللي هو الجلوكوز. أيضا أي عن طريق كتاب أقدر أقيس سيرولوجي إنه أكو عندي أنتيبودي أنتيجين، اكو اجلوتينيشن اقدر اشوف انه عندي موجود هذا الانتيجين بالجسم اللي هو طريقه الاجلوتينيشن او يسموها بالهيماتو اجلوتينيشن تيست. فاذا ذا سيم تقريبا نفس عمليه التشخيص بالنسبه للجونوريا. التريتمنت اولسو عن طريق بنسلينجين، واذا البنسلينجين بعض الاحيان ايضا يصير عندهم ريزيست فيستعملونهم الثيرد جنريشن سيفالوسبورينز. اي نوع من السيفالوسبورين اللي عندهم يا اما ما يستجيب للبنسلين يا اما اللي عندهم اليرجي للبنسلين يتحسس ما ياخذ البنسلين. هذا هي التريتمنت. ابيديولوجي بريفنشن كنترول حتختلف، انه انا عندي عمليه الابيديولوجي والانتقال والعدوى حتكون بيرسون تو بيرسون عن طريق الدروبلتس. عندي اباوت من 5 الى 30% من النورمال بوبيليشن هابر او يكون كارير للبيبي. طلاب شنو الكارير؟ هو حامل لكن ما تظهر عليه الاعراض، هذا يكون فيري دانجرس اكثر من المصاب، يعني هذا ما تدري بيه مصاب لكن يمشي وينشر العدوى. فاكو عندهم كارير هم اللي يكونون اخطر. هذا طلاب كنترول بريفنشن، اكيد اخذ الانتي بايوتيك هو يعتبر كنترول. الكارير هم اخطر من المصابين، فالكنترول لازم يكون على الكارير اللي هم حاملين بدون المورزيلا كاتاليز. ليش دمجوا انتم كسيلبس ليش دمجوا المورزيلا ويا النايسيريا؟ النايسيريا هي جروب من ضمن هذا الجروب كان المورزيلا، لكن فيما بعد بالسنوات الاخيره العلماء فصلوا المورزيلا عن النايسيريا، لكن حتى اسمها القديم كان هو نايسيريا كاتاليز، وكانوا يسموها بالنايسيريا برانهاميلا، يعني هي كانت من نفس الجروب بعدين انفصلت. الشكل المورفولوجي نفس المورفولوجي، بتكون ايضا جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي كل شيء. الكلتشر ايضا على الجاكيت،
وعلى الفاير مارتين يعني ذا سيم. الانتي جينكس ستراكشر نفس الشيء، عندها لايبوبولي سكرات وعندها ليبايد وعندها بروتينز تكون هي ريزيست للاميونتي للكومبلمنت، يعني مشابهه بكثير من الامور. الاختلاف وين؟ المورازيلا تعتبر نورمال فلورا نوت باثوجينك. نورمال فلورا يعني ما تسبب لي ديزيز. زين ليش انطيها انا اذا احنا موضوعنا كبكتيريولوجي نعطيكم ما هو الباثوجينك بكتيريا؟ انا انطي لانه عند اهل الاميون كومبرمايز تتحول اي نورمال فلورا الى باثوجينك، وبالتالي اهل الاميون كومبرمايز تعتبر فيري باثوجينك، وايضا تسبب لي تروح توصل للدم بكتيريا، توصل لللنج تسبب لنج ديزيز، توصل للبرونكس تسبب لي برونكيتايتس. هي موجوده بالابر ريسبيراتوري، راسا تنزل لي للور تصير لي عندي لنج انفكشن ريسبيراتوري تراكت انفكشن من اهل الاميون كومبرمايز. طرق التشخيص مالتها تتميز، انا شلون اميز اذا هي نفس الشكل؟ طبعا لازم دايجنوستس. اذا هي نفس الشكل نفس الترتيب نفس الجرام نيجاتيف، شلون انا حقدر اميز هذه المورازيلا اللي هي نان باثوجينيك عن الباثوجينيك؟ حميزها انه تختلف عن النايسيريا بتو اناليسيس او تو ستيبس. هي الوحيده اللي تقدر تسوي لي هايدرولايز الترايكتوري اللي هي ماده تسبب لي لها تحول، في حين النايسيريا جروب تو سبيشيز ما يسبب لي هايدرولايسيس. فلهذا انا اقدر هذه نمبر 1 اقدر اميزها. بنفس الوقت هي not using sucrose or glucose, maltose, lactose، معناته إذا استخدمها ويا أي سكريات ما حسبب لي fermentation، في حين إحنا عندنا النايسيريا اللي شرحناها تسبب لي لبعض أنواع الجلوكوز أو بعض أنواع الكربوهيدرات تسبب لي fermentation. فهذه التيستين أو الثنين بالمختبر أقدر أستخدمهم رأسا أميز ما بين الكاتراليس أو المورازيلا وما بين النايسيريا. الباقي نفسه، السمير بالجرام ستين نفسه، الكلتشر نفسه، السيروتايب إذا استخدمنا أي جيت جاهز لي أنتيبودي هي أنتيجين يعطيني نفس التأثير. أي التهابات باللانك سواء كان عن طريق المنينجايتس بداية يا أما عن طريق المورازيلا فهو دائما الطبيب يسوي له تشخيص مبدئي عن طريق الإكس راي وعن طريق السي تي سكان، فهي إحدى طرق التشخيص. التريتمنت عن طريق بنسلين، أموكسيسيلين، أمبسلين. إذا كانت غير منتجة للبيتا لاكتماز، لاكتماز إنزيم، what's mean بيتا لاكتماز إنزيم؟ شنو بيتا لاكتماز إنزيم؟ طبعا هذا الإنزيم يأثر على السيرور مالته. شلون يأثر على السيرور؟ إذا هي البكتيريا هي تفرز الإنزيم، هي تفرز البيتا لاكتماز إنزيم، معناته البكتيريا تستخدم هذا الإنزيم دفاعا عن روحها ضد البنسلين جروب، لان البنسلين ببنسلين سايكل او حلقه البنسلين فتحللها عن طريق البيتا لاكتماز انزيم. فاذا كانت هي بكتيريا ما عندها هذا الانزيم فيمشي عليها وتكون سنسيتيف للامكسيسيلين والبنسلين. اذا كانت لا او نقدر نستعمل انذر تشويز اوف الدرج اللي هو امكسيسيلين كالبيونيك اسيد اللي هو منهم أقدر أستعمل السيفالوسفوليز، أقدر أستعمل الرايبوفيبرين، فأكو أكثر من تشويس نستخدمه كعلاج للمورازيلا، لأنه هي مو جدا فيري باثوجينيك، فهواية من الأنتي بايوتيك يشتغل. أكو أي سؤال ولا أي شيء مفاهيم؟ تمام؟ تشوفوا وين وصلتوا؟